السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتواجد الآن فوق سطح شقة عندي مساحتها 160 متر، تاريخ اليوم 5/12/1441، الساعة 2 الظهر. طبعا طليت السطح بالنورة هيدروكسيد الكالسيوم، هذا كيسة، هذا كيس الهيدروكسيد الكالسيوم يخلط بالماء مع علبة غيره بخمسة ريال، الله يعزكم يكرمكم. الآن أنا أمشي حافي على هذا السطح، درجة حرارة تقريبا صفر، ما في ولا نسمة حرارة على هذا السطح. شفت الآن طليت هذا السطح، الحمد لله فرقت عندي الشقة من تحت، الأسقف صارت باردة، التكييف صار جدا بارد، ما شاء الله أكيد بيوفر من الكهرباء. طبعا عندي السطح الثاني ما طليته، الشقة الثانية، ولكن درجة الحرارة جدا عالية، ما أستطيع المشي، الله يكرمكم، جدا حار، حار جدا، لا أستطيع المشي. ولكن على هذا على هذا السطح المطلي بالنورة، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، ما في ولا شيء. فأنصحكم بطلاء أسطح المنازل لديكم بالنورة لتخفيف درجة الحرارة. تحياتي للجميع.